ولا الا سوليو مجموع انه رسول تما قرن الحكومه راه ديست ما كرم ازد تودا تقى بمعزل عن اللقاء الحكومي انه دماني هو تودا انتس بما انه هو تعلن يلي ما فلاش يعول يتحمساس اخصاص يلي اي نران لتوس الحكومة مخ اشكو تقى من وسائل الضغط لان يخاكو تقى ورد الحكومة غيلة هاتورا داك تحقيق ما نغيلس 25 وزياد اختسكت اجتماع رتد فروية ردقين سلسلة في الحقيقة من المقارن دونك ردوين لقص ففي نظري كي المسيرة في الناس حافظنا بناء تاريخ الموعد ناس تنسيقية الرباط لجنج حنين الوقفة الرباط خصة تسكرن بيان باش تدعم المسيرة الدار البيضاء باش تنجح شكون اللي قال المصلحة المسيرة الدار البيضاء أو تنجح لأن يخديو ربي قلت لك ما وتاس اللي دار سلان هاتي كله ياخذ خسر المخزن ينجح يربح خصا انك مي وتاس النخر خمس المسيرة وهو ان السلك يمسلي يعني الصوت لمزيغ النصوص يكون شيء المسؤولين الدولة وكان المداولات داخل اجتماعات الحكومة لحد الآن لحد الساعة الصديقة سنة 3 رئيس الحكومة إن ياخذ جمر راديو ري السي وزير الفلاحة اللي نيلا مخبرة هاتي وري ذي ديام ولكن لحد الآن رئيس الحكومة وتجوي في كتفه وتمانا وراني جاورد مدنا وزير الداخلية وزير الفلاحة مخ شكو مدنا في نفس الوقت قال الحكومة في نفس الوقت قال المخزن على مقتصر المخزن الدوائر المفلة إذا مناقشة الحكومة الحوار ديس النقاش ديس لأنه لا يتأجل المسيرة ولا تسبداد بل بالعكس راه نحتجو كي كان تبداد راه نحتجو كي كان المسيرات في نفس الوقت لان المفاوضات لان المداولات في نفس الوقت خصها وسائل الضغط أو ربي ولكن كي غير الرجاء اللي دارين كي المطلب اللي داري خدا راه يتمرن غير مازيغن أدغمان مولي يعني تغاوس النرد سكرن لاكسيون يعني الفعل النضالي النرد سكرن أدماغن أجسمون نسقنت كل سكرنت باش حتى نجلس نوري اعتبر زد الخطوات كاع غادي نوا نخمي هادي كاع غادي وين غوين نخلي كيلو اللي خفي وادي الله الى اخره خصا كل يجمع عناد هاد التين يخصم ذات سبيد المشاحنات اللي لالين كراتسن يعني هاد مفيهين يا وين هاني لا ما يتحاور عند الحكومه هاني لا ما يتحرك نخ الشارع كل ما يحتاج كل ما يسكن كان صوري هاتين لك مفلاس ثلاث تزياد اللي خدنا غيلا وكان في المناسبه يا راه نتنخ بانه كي عضو في الائتلاف المغربي لهيئه حقوق الانسان كي 22 منظمه حقوقيه هاتي القرير يات الوقفة خيمين البرلمان السن الخميسة من 15 نوفمبر في الخمسة العشية خيمين البرلمان ما تقاتل ياتين كل مدن اللي تاو ظلامين اللي تظلم السلطة يعني القرير أن سكرية الوقفة استنكارية لكل الظلم اللي لا نخمد في جميع الفئات المتضررة بما فيهم بما فيها الفئات اللي متوكس وكالنس واللي يعني تعدان قوانين اللي تسكر الدولة مش تشكى الوضعية نمد بما فيهم المعاقين النساء إمازيغ كل شيء الفئات كل ما الشنطة كوريت خدر المخزن يدفورت يعني النضال باش ديك كيس الحقنص هاني خصها يبيض دخل وقفايا باش نتقل يعني نوع التحفيز بالنسبة للمسيرة 25 وكان يخصها تزرين من الرموز متمازيغ دخل وقفايا يخصها تزرين من الدرابو متمازيغ يخصها تزرين لافتات من السكان نسوس أديل انت شكو كلهم تنردوين لافتات من الرموز سي هذا أصلا مضمغة سي أحمد عاصم راه كسا سلي غاك نيت كراتيكال سوس ازد اشكرا ديني ميد نير دير هذاك تين ربما الخير هذيك جهوي ربما يخص منطقة سوس فقط يعني تسكن سوس يزول يجا نورمال نغدو يا غير تنيت نكي وهو سامحيا النضالات اللي نسالا غير في الموضوع الحلف تحديد الملك الغابوي بالراعي الجائر يتعلق في المنطقة سوس ارنتيني سوس اشكو فعلا تقالات المنطقه اللي هي المستهدفه لا خطه الدوله باش
تصرح المدمغين باش تقيس ترزم المناجم ديال العدد المعادن اللي استرات نتاوي بدون تفكوا له يمدن معنا كله تاوي غير لله بدون تنحسب المدن بدون الجماعات في وين توالو غير كليسكار نخو ملال غير كابليت ارترسنا ملال قانونيا كلقات الجماعة عندنا خلو ملالا كيساوي 30% وناس تكر هذه التشكال مافيا نخو ملال تسيت بدون غير كان الناس رانا تسكن خصوص غنى في قال النضال وين يتسوس في الحقيقة غير كلي قا النضال الحسيمة يعني حراك ريفي ولين ينتظم ديس يقا غوض حراك نيتسوس يخصد ديس ضمن كله مناطق يان غير ما يقرأ السحمد أنه يقرأ أيوز يقرأ السحمد أيوز تنمير